الكريم مرتبة حسب ترتيب المصحف الشريف. أولا سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورة آل عمران. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا
على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. سورة النساء. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. سورة الأعراف. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا من القوم الظالمين. وسع ربنا كل شيء إن علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، وأنت أرحم الراحمين. رب لو شئت أهلكتهم من قبل، وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. سورة يونس. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سورة هود. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وألا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سورة يوسف. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سورة إبراهيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سورة النساء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سورة الكهف. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سورة مريم. رب إني وهن العظم مني، واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. هب لي من لدنك وليا. سورة طه. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. سورة الأنبياء. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سورة المؤمنين.
ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين. سورة الفرقان. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سورة الشعراء. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب نجني وأهلي مما يعملون. سورة النمل. رب أوعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سورة القصص. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. سورة العنكبوت. رب انصرني على القوم المفسدين. سورة غافر. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن اتقى السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سورة الدخان. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. سورة الأحقاف. رب أوعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سورة الحشر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة الممتحنة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك العزيز الحكيم. سورة التحريم. ربنا أتمم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين. سورة نوح. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تنذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات
ولا تزد الظالمين إلا تبارا. سورة الفلق. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أحبائي، هذه جميع الأدعية التي وردت في القرآن الكريم مرتبة حسب ترتيب المصحف الشريف، وشكرا لكم.